لا بفكر لسه. هو مين اللي ديسكونكتد؟ علاء ديسكونكتد. انا بس بطلع تعالى اظبط تعالى بسرعة علاء، الجو. لأن عشان ما يجيلكش راندوم هيرو. ايه؟ لا انا بص يجي لي بقى، انا اصلا بقى اصل هلعب باكونت تاني، اصل انا برتحت كده يعني. الشجر بيبقى ظاهر لي كده، مداخله ومخارجه بتبقى ظاهره، Ten لكن seconds بالطريقه remaining. التانية ما بقاش شايف حاجه. ايوه. Five seconds remaining. على البركه فادي، على ما البركه. حد تاني ماشي بقى. يا اسطى، يلا بينا. لا كده يا انا جدعان كده ده ايه، انتوا بتنبسطوا بقى ليه هناخد دول؟ احنا ده كده المره دي. All right. شيكي ميكي. ماشي. ايه ده؟ انا كنت فاكر سيد مين سيد ده، هو مين سيد ده؟ يا نهار سيد ده اسود، ده احنا الاتنين فيكس. انا فهمتها العكس، افتكرت لورد هو اللي ريكي، افتكرت لورد هو اللي اورسا. ناس ايش 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 ايش. لا بس خلي بالك، قرص الجيم ده كان يعني هيبقى احسن، هيبرج ال tracks it here. overgrowth، هيقوي My دمج ميج sentiments as اكتر well. كده يعني. Prepare for battle. I go in silence. Very well. Yes. فادي يا فادي، بلاش ميتينجز دلوقتي 30 يا فادي، seconds يلا to battle. يلا شباب شباب هما بيضحكوا، دي معناها يلا. واضح جدا. لا والله مش اللي في بالك يا احمد، لا لا مش لا هنيجي عند بيضحكوا ضحك الرول انتوا تحت، كمان. لا 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 مش هنيجي عند الرول تحت. عارف انت الميم بتاعت الناس اللي هي بتاكل سلطة وتضحك My دي؟ bow is drawn. لا لا يا جدعان قفشوا عليه، قفشوا عليه اللي ظهر ده، قفشوا عليه. ايوه، هات هات. Agreed. كذاب جدا، كذاب جدا. على فكرة واضح ان احنا اللي عملناه هم عملوه بس الناحية التانية. Forward. لا 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 لا، اجري يا هيبة. حلو الكوكس ده، فشخ. نايس Onward. ايه ما انت شغل التي اي ده مش علينا. نايس يا هيبة، ده شغل اي تي بقى، ده حضرتك تحتاج، good enough. ده الشغل بتاع الاي تي. To battle. اه عمرو ابو العيلة يعني. بص تحدي ال way ahead of you. انت ايه؟ يا لورد تاني. كنت لسه اقول لك والله يا باسل، هو دايما That was my لو thought. بنلعب الجيمز دي باجي قدامك مش عارف ليه. طب من غير دناي يا باسل So be it. يا عم انا مش بنلعبها. واقف دلوقتي مصلحتك انت. اصل انت هتقعد اصلا كده كده تقرف، Silent فمفيش as a هيبقى mist. في دناي بالظبط. اساسا ولا ليا ولا ليك. I go in silence. ايه ده بيعيشوا؟ ايش يا مشتو؟ Agreed. فكرة الناس دي مش بتوع وردات قوي يعني. Bite. ولا يا ميدو خروف، انت خدت سنايبر ليه؟ وانت مالك ومال سنايبر يا ميدو؟ مشكلته ايه؟ انا كنت معلم عليه وانت خدته خبوء. انا كنت عشان بس الاذان جنب ودني وكنت بقول وراه. لا 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 مش كفايه مش كفايه، لازم الشتايم سبيت. تزداد خلي فرصة ولازم انك يبقى تحط فيه. الاذان وخد ابتدي فيد يا طاهر، ابتدي فيد. اهو يا جماعه الكلام. مش اترشتو بس كده ضد بعض. عم تشوف بقى ميدو برين تعمل ايه بسنايبر. ربنا يستر. الله الله يا ميدو، والله رجعت في الضبط ما كملش. طول عمري واثق فيك، طول عمري واثق فيك يا ميدو. فخر كفر الجزار 100 100. استمر على الله استمر يا ابني، استمر يا ابني. ابدا والله. My هو مين اللي بيجري sentiments بسرعه ده؟ علاء. هو ايه انت مالك في ايه؟ هو بيتحرك بسرعه كده في ايه العصر؟ يا عم مستعجل، جيم تربو. انا مش علاء يا ابني، انا تحت ارمورك خالص. 7 بترجين ب6 يا هشام، ممكن تضربه برايت كليك. الشجره دي علاء صح؟ جنب الكريم. يعني كده كده يس. انت ارمورك عالي والريجنريشن بتاعك عالي، انت ممكن تضربه برايت كليك مش ناقص جنب الكريبس. فورورد. متقلقش متقلقش متقلقش، عادي عادي عادي. اوكي اوكي. ماي بو از درون. يا احمد يا جلال، هو انت بتعمل ايه عليا؟ بتعمل مناورات؟ ايه اللي بتعمله ده؟ تعمل لي مالك ده؟ ليه ايه وانا هعمل ايه؟ وانا انت عايز نعمل ايه؟ ما هو اوقف اسمك معلش، الصوت قفل لحظه كده بس مش لا عارف. انا مستني بس اللحظه كده عشان انقض عليكم، ما تقلقش يعني. ماشي. ترمي علينا شجر.
خلاص يا ابراهيم، خلاص يا ابراهيم، بص انت استفزت ابراهيم، بص انا بتحرك له، هو عايز يسكتك مش عارف. خلاص يا فادي لم الدور. ايوه كده. بس لا يقعد يتنطط ومش ناقصه. فادي قال لك لم الدور يا فادي. كشكشه، اقول له كشكشه هو بيفهم كده. كشكشه مقهى. لكن فادي دلوقتي بيلعب في اي مود، فيعني يا لورد لم لم رجالتك. So be it. خلي بالك يا فادي، خليهم يبوشوا ابراهيم عشان نخلص من الحوارات دي، عشان عسى ما بلعبش. السلام يا الذين. لا يا فادي. لا يا فادي، فادي باله اللي لا يا فادي. لا يا فادي خلاص. انا كنت لسه اقول لا يا فادي، انا طلعت في حوار الاستيك. يلا قريبه. يلا جيلو ده، يلا جيلو ايه، يلا خش يا فادي انا جاي. لا لا ما تقول لك فادي ده بيهزروا بقى، ده بيهزروا. بس ده كده المفروض يموت. بيهزروا كده، احنا الاثنين هنموت مش مشكله. لا ما هو مش بعمل انا بقى، فخلاص مفيش نطه. هو يا عم نطه بس تستنى هجيبه برضه. طمعت يا ما تخليش يجي فارم بس يا عم. انا مش انا اصلا يعني ولا كاني اصلا هنا. بس انا ليفل 7 دلوقتي، ممكن اعمل معاك اللي انت عايزه. That was my thought. ابراهيم ما مت... مت... ايه ده ايه ده ايه ده شوقي اهو يا ابراهيم. ايه ده 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 بس لوحده فادي، خلي بالك ده ممكن يموت هنا تقريبا. يا جدعان اللي فوق بس اللورد يا عم فادي، انتوا يا جدعان. هو والله ده مات هندي وساب اللين. حلقه اللي بال مره واحده لما واخذه محمد. معلش لو كان قال ان هو لما واخذه ميسنج كنت هتعمل ايه؟ اي حاجه هقول لك الكلمتين دول. بس هيموت وهو عارف. بس انا عايز انا بس تاني بس محبش اموت على فكره. لا ريكي بلاش يا بلاش روم خلاص. ابراهيم دينا يا ابراهيم. ايوه صح كده. Your middle tower is under attack. اهم حاجه الراحه النفسيه للعدو بتاعك، ما تخلوش يرتاح نفسيا. بص دوت كده تعمل له نوش كده. Very well. ده انت الشات بتاعك غريب. كله حاجات غريبه والله العظيم. على فادي. هيموت هيموت هيموت. اه هيموت بالاجنايت. اه الحمد لله. الممكن يشوف الشاب ده يقول لهم رايحين يختاروا العيال الخمسه. فادي مات في الاخر. انا اللي ده موت ده. بس كانت بس هل اختصاب ولا مش هل اختصاب؟ في اختصاب في الموضوع. الخطه نظريا كانت حلوه جدا. اه بس الجيم بوظها خالص على فكره. يا حد يجي يقفش تحت على احمد جلال عشان اعمل لي فارم براحته من الصبح؟ ماشي يلا براحته يا عم، ده انتوا الاثنين فحتني. يلا بينا اجل ابراهيم. صح يا ابراهيم يا حلو. يلا سمعت انت يا باسل بالوقفه بتاعتك دي؟ اجريد يس. Yes. So be it. Dire structures are fortified. تعالى ايش دخل سيتي ستارز ولا ايه؟ تعمل ايه يا برنس؟ وراح فين؟ وراح فين؟ صراحه يشوف الشوبينج. اوه اصل خبيث. لا 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 هات هات هات. انا قلت هنقل ببص ليه مش معايا النقله. لا دخلت مش انا كده على الكورنيش. ايوه فادي يا جامد يا فادي يا جامد يا ناشئ. بس هو مش هيموت تقريبا. Death comes silently. لما اغزى ابو جلال هما تكتب على الجلوبال يا باسل. انت بتعمل تريك يعني عشان احنا نكتب هو كده ولا ايه ده؟ ولا هو بيكتب بجد ولا ايه؟ وقال نوح هموت. ده كان كتابه على الماليديكت. اه ده مات. انا ما خدتش بالي. تبقى موت ابو جلال في السخان.
شبكنا الامير. بص بص تكتيك، خدعة تكتيكية. شو تتصرف ويكيليكس. هات معاه الورد عشان يضربوا دراما 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 تجري اديله صح. هات هيما انا معاك اهو. وابراهيم جالنا وبتاع، ده الموضوع كبير. 100 100 100 100 100 اللي يعدي من هنا انا هلوفه بقى. ماشي خلاص عشان طبعا الدنيا انا واقف مستني من الصبح حد يجي وحد يجي. انا كنت لسه اقول لك محدش عدى ال الحته دي خالص. Arrow, find your target. Your middle tower is under attack. Way ahead of you. Your middle tower has fallen. Yes. Hey, hey. لا 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 تعالى ميدو مانا فويد. لا تعالى شيل المانا فويد معايا. My sentiments as well. قررت اجيب له قرش ايه لايف ستيل، اجيب له ماسك. ما فيش ايتمات كتير يعني لايف ستيل يعني. اقول له ماسك مانس ولا لا لا هو كفايه الماسك بس، كفايه الماسك. الماسك بس لوحده حاف كده. ممكن تجيب بقى بي ساتانك بعدين بس يعني مش دلوقتي، مش هتبقى مفيده قوي. متاكد يا اسطى من الكلام ده؟ الماسك ده بيخليك ايش كده؟ انا فكرته لوحده. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل ده؟ فادي عمل سموك شغل تي اي عادي. ايوه That was my thought. So be it. I'm not ready to battle. I got this. I'm under attack. شفت الحركة دي؟ شفت الحركة دي؟ اجري يا بلونو ده، اجري اجري. غالبا ممكن تموت اصلا في العملية. عيب عليك، ايه انا ساوشن ولا ايه؟ اموت ازاي؟ الحقوني الحقوني انا الاول. الناس اللي مش معاهم انا مين؟ انت في التدريب بس اتش معايا. بص يا ابو العيال خروف، بص يا ابو العيال خروف، بص بص اديله في معميعه صح اديله. حلو يا ابو العيال انا جامد والله العظيم. 100 100 خروف خروف موت بس. انا خروف ولا جامد بس عشان افهم بس؟ الاثنين خروف جامد. خروف جامد والله يا ابو العيله جامد. يلا خروف خروف. اذا في هنا اقبال شديد يا فندم. ايه ده؟ في ورده هنا وحاجات شغل عالي. طلعني واحد عامل الفيس لايف يا ابن الذين. حلوه يا الامير. وراح فين الزبون الثاني؟ حد عمل بلينك. احمد جاي غالبا صح ولا مين ده؟ تقريبا هشام. هشام مع بلينك. خطير الواد هشام ده، بقى بيعمل حركات خطيره. الله 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 الله. يا كنت بسكت لسه الاستنى هتطلع. اي دو ماي ورك ات ذا كاتنج ايدج. فينا نوش فينا نوش يا ابراهيم، خد بالك فينا نوش. ارجع ارجع. يور باتم تو. احنا ازاي بنعلم؟ احنا ازاي ما عناش ولا نيتشرال ايتم واحد؟ اول نيتشرال ايتم يقع احنا ما بنعملش خروج من خالص ولا ايه؟ احنا بنركز على البي في بي، ما بنلعبش بي في. بنفرمهم اهو. انت مش واخد بالك حبيبي. قرينا مين ما فاش هو توك الورد ده. حالة اختصاب يعني. I'll cut a notch with your name on it. هو بص لسه الواد كان بيقول ايه؟ جبت لنا واي هيرف يو فورورد. بيع الايتم ده بقى فادي ملوش لازمه يعني. الايتم ده والايتم ده عشان ما يعملوش زحمه على الفاضي في ال في الانفنتوري. Very well. بس هتطلع بقى الايتم ده لو انت محتاج تمشي على التسعيب ولا لا.
My sentiments as well. Your bottom tower. ماشي بس انا جاي معاك في الحوار ده. الحوار اللي انت لسه عامله. 73. يلا. 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 يا فادي تعالى طيب امريك عليك طيب والسكوب والروح. انت ليه متسرع كده؟ ها يا اسطى الروح ولا ايه؟ ما ماشي بس. هو فيها تبع عملية انتحارية بس بتليت اه مش كويس يلا شاطر وحش بس انا اعتقد انت هتحتاج تحتاج ده في نعش ولا ايه؟ لا لا نعش لا لا عايزين نعش يعني عايزين نعش طب خلاص خلاص يا فيد خلاص لا لا خلاص هو عمرو عرف يعني احنا يعني فورد بنلعبوا فين ايه ايه اعصار الحاجات اللي هي الخيفة اللي هم عايشين فيه ده خلي بالك يا فيد مش هوب 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 فدي راح مننا فارس و هنضحك علينا يا ابن الذين اظهر يا جبان يا عميل امريكان عايزين بس معاه حاسس الكهرباء حاسس الكهرباء حلو يلا يا بيدو يلا يا جميل يلا انا بيدو بيدو لون من بعيد اجري يا ابراهيم بتكهرب مين يا ابراهيم؟ بفرع مين؟ هوبا لا خلاص نلم الدور شويه بقى نعمل لنا استراتيجيه كده فادي نمشي عليها عشان اللعب العشوائي ده هيخسرنا الجيم دي خطه عارف الصراحه من غيرك كنت عملت ايه طب ما تشاورنا على القاعده بتاعتي وردونا نضربوها غالبا هنكسب لو ضربنا اعمل لك سهم تحر الى امان كنت ماشي كمان جت على بالي الصراحه كده بس يعني شكرا يا فادي خلصت سو بي ات ابا رجلي عنكبوت ادي اللورد بقى اتفرج بقى على ايه احسن احسن اداء دي كانت ادفانتج اصلا عندنا ترى ايه اللي ممكن يبقى ادفانتج عندهم pride of the dragon is under attack way ahead of you قول يا احمد قول ما تخافش وضع مريب خلي بالك يا ميدو الوضع مش مستتب بقى في ناس كتير هنا هو الواد بس الالتي بتاعه مش في اي حد حتى لو بخفي اه بس لو انت بخفي ما بتاخدش دمج بيكشفك بس ايه طبعا ايه بس اكون صريح معاك يعني مش حاجه وانت تقريبا بتدوروا علينا ولا ايه مش عارف بس يعني هندور على بعض المشكله الحته دي متلغمه نوش نوش اه يعني موضوع مش ايزي بيزي فورورد Roshan has fallen to the dire. Mahmoud, that is. Eh, the nasr.
هوب يب ده انت عندك ديلي. مين اللي عمل ده؟ مين عمل انت؟ يا ابراهيم يلا عندك ديلي يا ابراهيم. مش كده مش على احاول تخش على بعد الفدا بالظبط. عندك ديلي بتاع 45 دقيقه كده. لا بس ابراهيم كان انا اصلا عمال اسنع عليهم مش واخد بالي. تخش بالك عمال اعمله بلوك مش عارف ابراهيم بصراحه كان في رينج لوك ولا لا، بس انا تقريبا شايفه بعيد. بس انا لو كنت عملت بلينك كنت هلحقه، هو كان رينج برضه بعيد. ايه ده؟ بص احنا في حاجه بقى، يعني خش يا ميدو بوش كده واحنا واقفين وراك. طب معاك الايج؟ ايه مش معاك الايج؟ يا ساتر يا رب الايجز فين. طب خش بوش يا هندي واحنا واقفين. هندي خدها ما اعرفش ليه الصراحه، بتركن كواليتي بوت اللي جايبها دي. ولا انا الكاري اهو في خش هو كلنا... خش على الهوم بيج بتاع دوت. اقول لك الكاري لازم ياخد لنا ميدو السايد جانر. خليك واقف مع ميدو. عايز يا ميدو؟ عايز اديك النينجا جير؟ هوبا 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 ميدو. عايز النينجا جير يا ميدو؟ ميدو عايز النينجا جير؟ لا يا حبيبي سعيد. مش حد قالك اصلا؟ كنت عايز تقول لي يا نهار ابيض على النمبس. النمبس بتفشخنا. لا 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 ابراهيم يلا والله حته دي اي. حاول تجيب عمرو هيما. بص النبي هندي اللي معاه الايجس اختفى ومشي رجع ورا. اللي معاه كلنا موتنا. بسم الله ما شاء الله عليك يا هندي بجد والله. عشان انا حكيم. اجري يا جدعان وبيفرم جنبكم يا جدعان. اجري اجري. بيضحك عليكم. انا مشيت والله ولا امشي. ما حد يشتري وردس يا جدعان بالوردس اللي موجوده في البتاع قد كده يا جدعان. اعمل عمل تطوعي بقى يا فادي وهات شويه وردات حلوه كده. الوردس اوت اوف ستوك. اوت اوف ستوك ايه يا عم؟ شويه خدع تكتيك بقى يا عم بقى. ابوس ايدك بقى. ما قدرتش. لا 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 تعمل ايه؟ تعمل ايه يا برنس؟ تعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ تعمل ايه يا برنس؟ انت عارف انت بتضرب مين اصلا ولا انت بتضرب مين؟ مضرب نص مضرب نص. ما انا هصحى تاني. برافو عليك. موت تاني بقى. موت تاني. سيبني اعيش بقى. سيبني اعيش. ابوس ايدك بقى. سيبني اعيش. سيبني اعيش. لا 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 يا ابن اللذينة. والله منك لله هندي هتخسر لك جيم بالايزنس اللي انت خدتها دي وانت عيل هفق. مش موت وصحيت خلاص استعملتها. والله عيل هفق. اجيب شارد ولا اجيب شارد؟ على فكره على فكره يا هندي انت لو لعبت معانا في التيم معانا احنا ما بنهاجمش الناس. على فكره لو لعبت في التيم معانا انا عارفاني هتفشل الناس. ده الفرق بيننا وبينكم ان احنا بندعم الفاشل لحد ما ينجح وانتوا مش عارفين تعملوا ايه لحد ما. بص فادي عمل ايه؟ ماما لا بس ميدو تقدر تشتمه في الحركه دي. حاسس اللي ميدو على اخره دلوقتي بس تكيه جبال. خلاص هو خد الايجس ومشي وراح جاي يمشي بيها ورا. فكرت انت اللي خدتها ما بصيتش اصلا. يا ابني بص بعد ما اجي ميخا شوف الريبلاي شوف كل واحد عامل دامج قد ايه. انا مسكت قرصه اديته ولطشت له على ودانه عمو الثاني اللي خدت تيكي. انا اسف بصراحه انا اقتنعت. انا اصلا كنت رايح اموت وحدي والله بس الواد برضا راح دخل كده. خلاص يا عم المره الجايه هحجز لك وهديك ايه بس لو لعبت عادي. المره الجايه خلاص خسرنا الجيم منك لله. كسبوا الجيم يا عم خلاص. كسبوا يا عم الجيم خلاص يا عم كسبوا الجيم يا عم خلاص يا عم. ميدو بريك دخلوا في سلاح الحسد. لا لا ده ميدو بيعمل حرب نفسيه. حرب نفسيه خلاص يا عم. تعالى نقعد يا عم في البيز يا عم. خلاص كسبوا الجيم يا عم. طب خلاص يلا 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 جو 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 جي اكتب جي جي اكتب في البيز يا جدعان. في البيز استنوا في البيز بقى ولحد ما يكسبوا وخلاص الجيم. ماشي انا رحت البيز اهو. انا رايح البيز اهو. انا في البيز اهو. بجد يا جدعان بجد يا جدعان عندنا ما فيش ولا ورد مستخدمه بجد. يعني ما حد يشتري ورد. ده ايه المنظر ده؟ من العيال اللي هم بيروحوا يقولوا فاك ما يديموا الحاجات دي. فاك ما يديم في مجد. ده هتموت. تجري يجري. انا لسه شايف احمد جلال هناك دلوقتي. هموت مين يا عيب عليك؟ شافوني ازاي يعني؟ هم ازاي شافوني هنا؟ لا لا ما هو كان هندي يعني نازل اللو جراوند. بس اللحظه اشربها حربيه بقى يا الورده بقى يا نهار. وشفت الورده هو قلت له ما هو عرفوا مكانه. شفت يا عم؟ طب انت كويس ولا؟ انا خدت ايدي خلاص. بقول لك ايه كور جايب ترانكويلتي بوت عايزه يبقى كويس. بص ترانكويلتي بوت دي وشها حلو عليا دايما بجيبها وبكسب بيها. اقعد تاخد بقى شها حلو عليك. اضرب النمبس.
تصدق قالها في فاليد بوينت ان هي وشها حلو عليك. ايه ده الواد ميدو معاه تانك يا نهار ابيض طلع برينت. لا لا ده معاه بي كي بي. انت تانك يا فادي يا باسل كده ليه يا نهار ابيض. بص ميدو خد في الامبولا. طب هو 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 انتوا كلكم بتتفرجوا يا جدعان بجد الجيم ده خلاص كده كوسانت. طيب تعالى تعالى يا ايمه تعالى انت كلكم بتتفرجوا. ابراهيم مال عبرني جاي ينط دلوقتي وفادي بيموت اهو جنب الشجره وزي اللحمه. حلوه يلا حلوه يلا جميله يلا. الله ايه ده ايه ده ايه العسل ده ايه عمل مالتي كاست لليول. حلوه يلا ابراهيم يلا بس وخلاص هي حلوه نظريا بس يعني للاسف احمد قال لي في ال 30. لا لا مش اهي مش اهي مش اهي ايش 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 ده سرح في حته ثانيه خالص. ايش ايش على فكره هم جايين علينا جايين علينا هم غالبا حطوا ورده هنا او حاجه مش عارف. منك يا نهار اسود يا جدعان على منظر الايتمز بتاعت هندي بتوجع لي عينيا اقسم بالله والله العظيم بتوجع لي. مش انت الميد اهو يا عم اهو 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 انا شايفينه اهو هذا يا عشان بولارد قال ولا 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 بلك يا انت هو ابعد انت ابعد انت ابعد انت على الجيم جيم والدنيا شفت عندي هو بينط يموت. يا عم احمد جلال ليفل 30 فول ايتم يا عم شايف معاه ايه. بص بص الكاري بتاعه معاه ايه واحنا وانت معاك ايه اخبو. هو انا كمان قالت كمان هو انت الكاري على فكره على فكره انت الكاري هو كاري هو كمان لا لا على فكره هو انت الكاري في الاوفلاين هو هو هند الكاري يا جدعان انا مش انا مش المين كاري انت المين كاري انا الكاري انا كنت مد يا حبيبي انا كنت مد يا حبيبي مش كده عارف فرق بين الاثنين ايه عارف فرق بين الكاري والمد ولا مش عارف هو راجل بيقول لك ايه ما تقول ما انا ما اعرفش برضه ولا احنا لو خسرنا الجيم ده هيبقى عشان لوردا كان بيهزر ده السبب اللي احنا خسرنا الجيم. ممكن افكر في اسباب تانية لسه في لسه في الجيمين. اختفي في انت بص يا خيش بص لا اقرا اقرا ابراهيم ده اكتر حاجة اقدر اساعدك بيها. ايوه صح كده يا ميلو شوف النمبرز دي. ايوه المساعدة بالدست دست بوريه بالسموك يس حبيت له رشام بصراحة برضه انت ساعات بتدينا افكار مش وحش احنا فعلا كويس اتنين يزنقوهم واتنين يروحوا اجريد. حمبوزو ريكي هنا ريكي هنا ريكي هنا ريكي جاي ريكي جاي ريكي جاي ايه يا ابن اللذينة حلوة حلوة يا ميدو يلا حرامي يلا اطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق حرامي هو انت كنت هتوصل له؟ لا طب امال حرامي ايه؟ عشان يعني لازم اقول لك انت حرامي مش انت هتسرقته مني. شفت يا عم قتل روشين كما توقعت من خمس دقايق حد عايز البتاع ده؟ انا بقى الفارم بقى شويه هندي الفارم بتاع دي الواد احمد جلال نعمله ايه كده معنا كده الواد يخش في الشحنه وعمر الشام حاجه الامل في ميدو على فكره انت عقبال ما تركز مع عمرو الشام عقبال ما تركز مع احمد هتلاقي عمرو الشام فول ايتمز هو فيدي اصلا فول ايتمز هو عمرو بقى فول ايتمز اه عمل هنعمل ايه تعال بقى نستخدم قبل ما هنعمل ايه هنعمل ايه I go in silence. لا يا هندي ما تقولش انت تشتري بي كي بي ولا حاجه. لا لا هجيب باش انا قلت برضه بس انا عندي كتاب بي كي بي كان عندي كتاب بي كي بي والله بس الفلوس مقصره معايا. تمام هو يا جماعه بس بطمن عليك يا حبيب قلبي بس هو ايه الرقم العدزليتور ده؟ silent is missed.
سول ستيلر على احنا عايزين شويه اجريس اخد بونص دامج يا هندي كل ما تجيب كلايه عليها الدي باف كل ما حد يموت عليه الدي باف لحد مش عارف 25 شارج اجري يلا حلو قوي حلو جدا ايه ده انت بتتهور ولا ابو جلال بتتهور شكلك بتتهور كده طب نجيبه تاني نجيبه تاني ولا ايه معايا سموك معايا حاجه هتوه ايه مش فاش حلوه حلوه يلا والله جميله لا لا شمع يقعد يتشالب ويطير وحاجات كده استنى ايه كنت جاي انا سايب الكريب والله مستنيني هناك معلش ايه مخصوص عشان الحركات دي ممكن بقى ايه ندور عليهم دلوقتي بقى لحد ما فين عمرو هشام بس خد بالك من عمرو هشام وبس ايوه عمال يدوج هو الهوك ابراهيم يلا ابراهيم مستني يا ابراهيم ارجع ايوه الله عليك اريح ويت ايه اللي بيحصل هنا ده في فشل هو خلي بالك عمرو ده مش عالي على نفسه خليني بس ادخله بس وانا اخش افشتغل ابراهيم انت بتاعتك دي متخلصش ايه ده وانا جيت هنا زبون ولا واحد يلا بينا نبوش اضربوا النمبرز دي ايه ده كنت عايز 100 جولد والله كنت 100 جولد ولا 200 خلي ايده في المقدمه عشان هو التانك خش يا ميدو احنا وراك خش ما تخافش احنا بقى عاش يا ميدو صاحب اول طلعه جويه نضربه خلاص واحنا نضرب النيمبوس دي بس أيوة. الوضع برضه حرج طول ما بس صاحي مش هنعرف نبوش للاسف بس صاحي للاسف ايه ده وقت القيلوله امتى واحنا ندخل عايزين نلاقيهم نايم يابا ايه ده لا هم ايه ده طب الحركه دي اللي حصل انت بتطلع بره البتاع ليه يا جدعان يعني ايه لازم انت تطلع بعيد عن التاور انا مش فاهم بس ارجع ايوه لولا مجنون ايوه بوش عزيزه قرب على فادي بيعمل لنا هي دي بس انا اجيب حاجات كده بس عايز على ورانا انا يعني هرجع ورا شويه لان هو معاه جيم برضو ممكن عمرو الشمه ما تنسوش على اللي واقف ورانا ده بس ايوه بص هو جابني انا استحسنت الحقوني عمرو الشمه واسني طب ارجعوا جبنا الركس ارجعوا لو تعرف اجري يا ميدو انتوا زي المرتبط عندك يا اسطى ما بقول لك على ورانا انا ساكت بالسرعيه قوي يعني عمال شجره حد الحميد الحميد زق نفسك يا ميد شد فادي معاك يا فادي يا عم انت فادي مات ربع لي ربع يا فادي بس كده جي كده كسب كده هو كسب تقريبا ايه ده لا مكسبوش عيب عليك انت فاكر ميدو ده خد بالك والله هيخش عليك كمين لا هما كده كسبوا ميدو تقريبا لا ميدو مش عارف يديفند لوحده ده ميدو سنايبر يعني ما هما ممكن يشيلوا التاور ما هو بص يا ميدو انا 18 دقيقة واصحى نموت كلنا عمالين نكسبوا انا ما بكسبوش لو جابوا الراكس مش مشكلة يعني خليهم يجيبوا الراكس لا يا ميدو اوعى اضرب البتاع دي يلا الارض وفاهمهم خلي بالك على مستخبي في الشجره دي انت بميدو بعم ايه الباشا المقصود لا 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 كشفونا طب خلاص هو علاء كان هنا والله انا مش عارف هو مشي ولا ايه يعني يا جدعان احنا بسم الله ما شاء الله ولا وورد ولا دي وورد ولا جيم ولا اي حاجه كله موجود عندنا في المحل برافو يا جدعان برافو عليك يا ابني احنا في حاله حرب وما تعرفش الدنيا فيها ايه خليهم هحتاجهم بعدين عارف ميدو اللي هو ايه عمر الناس ما كانت مبسوطه
والله بجد بجد والله من مشتريين ولا ورد ولا ورد كل الوردات موجوده في المحل ما تلاقوش حاجه من الماب يعني. طب ما انت الكلام ده انطبق عليك برضه يا ميدو وانت راجل ربنا مديك فلوس ما تجيب لنا حاجات مثلا. اوكي شايف مكان معايا مكان اصلا في اشيل ورد حتى اشتري وحطهم على الارض وناس هتاخدهم مستعمل. انت عارف ان الوردات ببلاش يعني مشكله في المكان ايه ده فعلا؟ طب اشتري ده بيموت ده. لا ميدو لا ميدو لا يا عم انا بموت. روق يا هندي روق يا هندي. ليه انت دخلت بعيد قوي كده؟ ارجع ابن شويه. انت دخلت 10 ثواني. الراجل كان بيضرب ميدو الخروف سابه وسابني انا موت وكان ممكن كمان عايز 4 عيال. عمل مغفل انت سبته والله ما هو كنت ممكن اموته سبته مغفل انت. هو عمل بلينك عامل له ايه يعني المفروض افضل اجري ورا زي الهبل زيك كده عامل له ايه ورا وعمل له استن. طب ده احمد كان تعالوا تحت احمد جلال تحت معايا بقى حلوه احمد جلال تحت وبيضربوا الناس فوق. انا مش عارف ايه اللي ايه الدبل اللي فشخته ده. ايوه انا جاي في السليب. لا انت في السليب مش مشكله اجري انت ايما لو عارف. مين الله عليك ميدو الله عليك علاء عامل لنا ازمه على فكره. عايزين ارجع لا ارجع لا ارجع لا معايا بي كبير الورد الورد وانت ماشي. حاول ايما تبقى روكت كده مثلا حاجه هنا ولا حاجه لان هو دايما بيبقى واقف هنا في الشجرة اللي فوق ده. ولا ميدو عبيع البوتسز اللي مش عاجبك يا عم؟ لا يا هندي لا ما تقولش كده والله والله العظيم ما تقول كده عيب. والله يا عم اتأثرت فيا خلاص سمعت الكلام. ايه اللي عامله لك شغل والله. ايه ده اح انا بعت معايا فلوس البتاع يا نهار اسود انا هجيب فيسبوك بقى خلاص. منتج طاقة ولا اسمها ايه؟ منتج باور. تيت. ايه ده في تير 5 ايتمز وقت بس يا هندي ده هم كانوا فاكرين ناسيين الموضوع ده تقريبا. ده اتكلم في حاجات عندنا لسه اخد بالي ان انا اخد الايتم. هو كانوا ناسيين يا هندي الموضوع ده. تعالى نرجع بكرامتنا في هندي تعالى نخش فوق. طب ما كنت شايل لك تاور ولا اثنين كده انت امسك كده. لا 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 ارجع في هندي ارجع في هندي انا في السليم مش عارف تعتبر في السليم. مفيش الدنيا ضلمة هنا. انت مش في السليم يا فادي. طيب معطلكش انا بقى. حد يجي بلينك عليه بس. تعالى ميد. بس اجري خلاص. تيبي البيت احسن. لا تيبي البيت احسن. تيبي البيت احسن. في حد هنا. كتيب البيضة انا للاسف مش معايا فكرنا الجيم يا جدعان فكرنا الجيم. انا غلطان ان انا رجعت لك ما كنتش المفروض ارجع لك ومعيش بوتس وحاجه هم فكرنا الجيم ده. انا ما شفتش ان انت مش معاك بوتس الا لما عملت بلينك عليك اصلا فعشان كده بقول لك تي بي. انت ايه يعني ماشي حافي يعني ولا ايه بالظبط يعني؟ ايوه يا عم علاء مخليهم شايفين الماب كلها صباح الفل يعني. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده هندي بيعمل ايه؟ حجك يا على الاعذار. خلاص ابو هندي جايب فلاديمير اوفرنج يا جدعان. فلاديمير اوفرنج لكن بي تي بي لا. خد بس اقول لك حاجه بس اقول لك حاجه هو اللي معايا باي باي. تعال يا فادي نجيب الزباين دي. تعال هات اي سبون بسرعه. يلا هندي باش بقى كمان واحده باش بقى هندي. لا يا جدعان ما تردش الجيم يا جدعان. فيها يا جدعان فيها ابو جلال مالك ابو جلال خلينا نلعب فيها ابو جلال فيها ابو جلال يا ابو جلال ده بيخلص الجيم يا عم. ماشي هتدونا فرصة تانية بالميجا كريب ستايل. ما تموتوش هندي خلي بالك يا ايما خلي بالك يا فادي.
تسع ثواني، تسع ثواني شباب. خلاص خلاص ارجعوا بقى، خلاص لموا الدور، لموا الدور بقى، خلاص خلاص ابو جلال. خلاص صحي صحي، هديكوا فرصه. ايه ده على طول كده؟ ثلاث ثواني. ليه الباز ده؟ ليه الابس قصدي؟ بس كفايه كده، انا كده كفايه عليا. اقتله وخش يا عم، وش وكسبه وعمره مش معرفش باي باك. ما انا مش معرفش باي باك اصلا، بلينك جوه. نايس نايس عايش. اه ده انت، انت اللي اتنن. واحد يدف و طب انا بقدر اخش معايا بوتس اوف تراب ليفل 2. لا لا بس احنا مش هنخلص الجيم برضه، يعني في اتفاقيه. اللي ايه بقى، ايه هجمه هجمه؟ هجمه انا مش عارف يا ايه، بس في اتفاقيه. ما ينفعش تشيل 100% من هيلث التاور في مره واحده. مره واحده. شوف لو قال لك اقول الاتفاقيه. بالظبط. ده كلام منطقي. احنا خسرنا يا ميدو؟ خسرنا يا ابني، خلاص يا ابني ده ميجا كريبس يا عم. خسرنا يا عم، نستنى في البيس بقى، نقف في البيس. استنى. لا يا عم انا هقف في البيس. احنا عايزين نجيب طيب الايتمات الباقيه، ده فاضل ثلاثة لسه. بس هو بصراحه يعني جي جي، واحنا بنلعب بماب هيك ولا ايه؟ شايفين كلها علاء كان مش هوريك علاء جايب سبتر. احنا يا ابني شايفينكم من النافوره. انت عارف علاء، علاء عاملها كاننا بنلعب في الاستاد. انا عايز اقول لكم بقى ان احنا عندنا 14 13 وورد الصراحه في الشوب لو حسبناهم. اه هو عمل استاك على ما اعرفش مين اللي اشتروا. عارف شكا هندي، ما هو معاهم ووردز يا هندي وبتاع ده. يا ابني احنا لسه قايلين الخريطه مكشوفه يا ابني. كان بيتكلموا بجد، انا فاكرها حرب نفسيه وكده يا ولاد اللذين. فاكرينهم بيشتغلوك ابو هندي؟ معلش ابو هندي حبيب قلبي. مش حرب نفسيه. ابو اخزه بس انت اللي جيت في السكه. يا شباب يا شباب. الشباب بيجيبوا روشن بس مش فارقه كتير. ايه ده ايه ده ايه ده؟ شباب يالا. ده بيجيبوك يا هندي، اجري اجري. ده بيجيبوك على الارض. انا واقف اوبشن ولا ايه؟ طب عايزين تفايتوا؟ والله نجري. شايفيني بجد يا ولاد الذين؟ ولا 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 لا لا ما تعملش كده، مش عارف اضربه. مين اللي عمل كده؟ ليه كده؟ هو اسمه ايه؟ احمد جلال جاي دلوقتي، نطلع نجري ولا ايه؟ يا عم اللعبه واقفه، اللعبه نجت ولا اللعبه هتمشي كمان شويه؟ لا لا اللعبه تمام. يعني لا يعني تحس الناس كلها وقفت كده ثانيه، ضيقه صمت كده. ايه ده ابو جلال كده مات؟ بقى لله هدي الحفادي عشان فادي هيموت واللوك. ما تزقوش برا السموك. هو مش عارف يبلينك اصلا. لا لا ما هو عشان السموك بس، لو كان خرج برا السموك ممكن كان يجي بلينك. فادي فادي حاول تستنى، حاول تستنى فادي ماشي بينشر الفساد، عمال يلم الكريبس حواليه عشان يجيب اكبر عدد من الايتم. حلو الايتم ده ليك قوي يا ميدو لو تاخده. خد انت الابيكس طيب. لا لا ما هو انا الايتم ده حلو قوي معايا، انا عايز البي كي بي مرتين بس. انا خدت انا الابيكس، الابيكس ده بقى خليني ايه. طب عايزين نبوش، عايزين نبوش يا فادي. هنبوش ازاي؟ هنجي المبنى بتاعنا، هنجي المبنى بتاعنا. حد يكلم مهندس مدن الحاجة ده، فاضل له ضربتين. ايه ده؟ اعملوا دراي، اعملوا دراي، اعملوا دراي واحنا هيبقى كسبنا. انت ممكن يا ابراهيم، اه كنت لسه اقول لك تكشف بالصاروخ على الوردات وكده. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مين مين اللي سنيكي بيكي ده؟ ما احنا معانا. اتفرج يا عم، اتفرج يا عم، اتفرج يا عم. ايه النوم ده؟ اتفرج يا عم. بنلعب يو كي. اول مره تكسب، اول مره تكسب، اول مره تكسب. عايز اكسب بسرعه عشان خايف، بس انا خايف قوي. اول مره تكسب جيم، اول مره تكسب جيم. احنا قلت لكم ما تخافوش وانا معاكم يا جدعان. رد 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 يا عمرو، اول مره وعد فصدق الصراحه. رد 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 عليه، رد على فادي يا عمرو. رد، اول مره تكسب جيم يعني انت؟ ها اول مره؟ اه قلقان قوي، خايف خايف لا يحصل حاجه غريبه.